السلام عليكم ومرحبا معنا في بحث حي في لقاء ملهم مع مخرج الأفلام بنتلي براون. تحية للمخرج بنتلي براون اللي معانا الحين في من خلال تطبيق زوم. هو حاليا في أمريكا وهو صانع أفلام، ونبغى في البداية نسمع منك كيف بدأ مشوارك في صناعة الأفلام. أهلا وسهلا وشكرا لكم وشكرا للمهرجان على الضيافة. سعيد جدا بتكلم معكم اليوم عن مشواري في السينما في صناعة الأفلام. طبعا هذا المشوار بدأ وأنا في التشاد في الدولة في وسط أفريقيا غرب السودان. مشيت تشاد وأنا صغير، عمري 10 أو 11 سنة تقريبا. أبوي كان شغال هناك طبيب، فانتقلت العائلة هناك، يعني الأسرة كأسرة مشينا تشاد في نهاية التسعينات. كان عندي أصدقاء في تشاد، أول أصدقاء لي كنت ألعب معهم كرة القدم، تمام؟ واحد منهم اللي هو كان كابتن فريق كرة القدم ده كان في نفس الوقت ممثل مسرحي، يعني يمثل في المسرح في الثياتر بلايز والأشياء. فبعد فترة يمكن كم سنة تعرفنا على بعض ولعبنا كرة كتير مع بعض، جاني بالفكرة أنه ليش ما نحاول نصنع فيلم، نأخذ نفس الممثلين حق المسرح ونصور معهم فيلم. فصورنا أول فيلم كذا، بعدين صورنا فيلم تاني وفيلم ثالث، والفيلم الثالث مشى الحمد لله، مشى المهرجانات العالمية ومنها روتردام وغيرها يعني. فهذه البداية بصراحة. ممكن تذكر لنا الأفلام وإذا بعدها موجودة أونلاين ممكن حد يشوفها، شو اسم الأفلام؟ جدا جدا هذا الفيلم الآخر واحد ذكرته اسمه كابتن ماجد بالعربي، يعني نلعب بفكرة كابتن ماجد الأنيميشن الياباني القديم ده، رغم أنه لايف أكشن وفيلم شادي، لأن البطل هو لاعب كرة القدم مثلا يعني، ويحلم بأنه يطلع من تشاد ويلعب في أوروبا. فهذا سرد أو القصة يعني باختصار. موجود على يوتيوب وباسمه الفرنسي كمان Le Pèlerin de Camp Nou، معناته الحج لإستاد كامبينو في برشلونة، يعني واحد يحلم لدرجة كأنه حج يمشي برشلونة يلعب كرة القدم، لأن هذا المكان المقدس لكرة القدم يعني في العالم، صح؟ لأنه في تشاد مثل العالم العربي بشكل عام ودول الخليج الناس مجانين ريال مدريد مع برشلونة ومن زمان. فحتى الفيلم اللي سويناه 2009 ده كان يركز على موضوع المنافسة كده بين برشلونة وريال مدريد. إن شاء الله يعني كله موجود للمشاهدين اللي يشوفونه على اليوتيوب. أوكي. ومعظم أفكار أفلامك شو تحس أكثر شيء يعني قريب من قلبك تستوحى اللي يكون إلهام، ولا من وين تحصل هالمصدر الإلهام لك؟ سؤال جيد جدا. أول حاجة بدايتي في صناعة الأفلام ومع أصدقائي اللي ذكرتهم، المخرج الأول ده اسمه أبكر. أبكر شين مسار، نحن حلمنا بأنه نعمل الأفلام من حبنا للأفلام، يعني حبينا نشاهد أفلام وحبينا فن التصوير في الأفلام، فهذا أول حاجة شجعنا على صناعة الأفلام. أما بالنسبة للقصص ومن وين تجي القصص، أنا شخصيا أكثر حاجة أشتغل بها هي الحياة الواقعية يعني الحقيقية، فأشوف مثلا في حياتي أعرف ناس ممكن الشخص الثاني يعتبرهم ناس عاديين وما فيهم شيء غير وخاص وكذا، انا بالعكس احس في كل احد في قصص موجوده، فانا بركز على الاشياء المرتبطه مع الحياه اليوميه اكثر حاجه، الاشياء اللي انا شخصيا استغرب لها في الحياه اليوميه. وهذا شيء جميل انك تعطي صوت حق الاشياء اللي ممكن ما تتلاحظ، يعني نظرتك انت ممكن تعطي حياه لهالشيء ويتم مع صناعه الافلام. بس بعد في تركيز على الثقافة العربية وبالأخص الثقافة السودانية، شو اللي جذبك لهالجانب؟ سؤال برضو جيد. أنا بحس
شخصيا ما بقول لك انه عندي تركيز مثلا بس في السودان او بس في الافلام العربيه، بالعكس عندي تركيز في الاشياء اللي انا مريت بها شخصيا في الحياه، زي ما قلت يعني من ناحيه الاحداث اللي تصير في الحياه اليوميه. فكون انه حياتي اليوميه هي اغلبها كانت في تشاد وبعدين في السودان، واخر حاجه كنت ساكن في السعوديه، كنت بدرس في جامعه في برنامج صناعه الافلام هناك، انه اغلب افلامي مرتبطه مع تشاد سودان والسعوديه. ومن دي الناحيه مهم جدا لي انه الافلام معظمها تكون باللغه العربيه، لانه بحس صراحه ناقصنا افلام باللغه العربيه، وبالذات افلام وثائقيه او تجريبيه غير المسلسلات وغير الافلام الدراما. فمن دي الناحيه مهم لي انه الافلام تكون باللغه العربيه. وشيء حلو بعد انك تراوي هالثقافه اللي انت يعني عايش في امريكا حاليا، فعندك نظرتك انك تجيب هاي الرسائل من يعني خاصه في الاشياء اللي استوت في السودان، يعني انت كنت تعطي صوت للشعب السوداني وللشعب العربي، فهذا شيء جميل، شكرا لك. كيف اثرت نشاتك في تشاد على هالاعمال الفنيه وعلى مشوارك الفني؟ مثل ما قلت انشجع كثير من أصدقائي مثل أبكر اللي ذكرته قبل شوية، ناس كانوا يعني شغالين في أكثر من مجال. في ناس في تشاد يعني الفنان عموما يكون معروف بأكثر من فن، فيمارس أكثر من فن. فأنا كصانع أفلام كان مهم في تشاد أنك ما تكون أنت متخصص بس في التصوير مثلا، وما تعرف مثلا الانتاج بشكل عام ومن وين تجيب ميزانيه عشان تسوي الفيلم او كيف تشتغل مع الممثلين. لا بالعكس، لازم تعرف كل دول المجالات جوا صناعه الافلام، وهذا شيء مهم جدا استفدت منه في تشاد ومن اصدقائي اللي اشتغلت معاهم، تعلمت منهم كثير. ومنهم واحد اسمه محمد علي بخاري، هذا كان مدرسي للغه العربيه الفصحى، يعني علمني الكتاب والقراءه في تشاد. ومحمد علي دا رغم أنه مدرس اللغة العربية، هو كان في نفس الوقت رسام وكان فنان موسيقي ويشتغل معنا حتى في الأفلام، ساعدنا في الأفلام. يعني مثل ما قلت تعلمت كثير من أشخاص مثل هو، وهو موجود في فيلمي أستاذ، الفيلم القصير، فيلم قصير اسمه أستاذ، برضو موجود في يوتيوب وفي فيميو للي يبغوا يشاهدوا. ذكرت نقطة عن أن كان هذا أستاذك في اللغة العربية، أكيد فيما من حضور عندهم فضول أن كيف دخل اهتمامك في اللغة وكيف قدرت تتقن اللغة في هذه الطريقة، فلو تقدر شوي تشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع. أنا صراحة ما كان عندي خيار، مضطر أتعلم اللغة العربية لأنه لما كنا ماشيين تشاد الكثير بيقولوا تشاد فيها اللغة الفرنسية وفيها اللغة العربية، طبعا في تقريبا 200 لغة تانية ولهجات محلية برضو. فتحمست، أنا طفل كنت يعني من أمريكا ماشين تشاد، فشوية خوفت، قلت شنو نسوي في تشاد، بلد ما فيها كهرباء، ما فيها تكييف، ما فيها مدري إيش، فماشي هناك شوية خايف، وقلت شن حعمل، هتعلم اللغة الفرنسية أول لأنها تكون أسهل. بالعكس وصلت شاد ولقيت الناس كلهم يتكلموا عربي. وصلنا العاصمة إنجمينا، وأول أحد سلم علي يقول لي السلام عليك وإنت كيف عافية الحمد لله، يعني سلام المحلي. فمن ذا الوقت خلاص استوعبت أنه لازم بتعلم اللغة العربية. الفرنسي موجود، تعلمت الفرنسي برضو، بس اللغة العربية هي أكثر لغة الناس بتكلموها في تشاد بشكل عام يعني. وبعدين تشوفي الأفلام نفسها كانت باللغة العربية. تكملت القصة، نشوفها في الأفلام إن شاء الله. شو هي من أحب الأعمال اللي سويتها الأقرب لقلبك؟ اللي دوبي ذكرته أستاذ، لأنه يركز على قصة الأستاذ ده بس من ناحية تصويري وأنا صغير وأنا في سنين المراهقة يعني. أغلب الفيديوهات المستخدمة في الفيلم ده فيديوهات هوم فيديو من تصوير المنزل يعني البيت، يعني استخدمت كاميرا الأسرة أصلاً
فالفيلم ده بالنسبة لي جدا شخصي personal، وكمان شغال على فيلم طويل المدة يعني feature length film بنفس المجال تقريبا، تربيتي في تشاد وبدايتي في صناعة الأفلام، علاقاتي مع الأصدقاء في مدينة آتي الكبير فيها في تشاد، فدل الفيلمين مهمين لي جدا. الفيتشر فيلم already out ولا حين يعني من أعمالك اللي بنترقبها إن شاء الله؟ الفيتشر فيلم حاليا قاعد أشتغل عليه، ف بالتوفيق. ان شاء الله بخلصها قريب ان شاء الله، بس الافلام تاخذ وقت كثير، هذا الفيلم بالذات لانه يركز على ارشيف كبير جدا لفيديوهات قديمه، مثل ما قلت فيديوهات صورتها وانا صغير، انا عمري ممكن 12 سنه 13 14 15 سنه، واضافه الى تصوير ناس اخرين، ناس يعني مثلا في تشاد معانا صوروا وعطوني فيديوهاتهم، فشغال بأرشيف كبير جدا وهذا ياخذ وقت. متحمسين نشوف الفيلم إن شاء الله. حتى أنا متحمس بشوفه إن شاء الله. مثل ما كلنا نعرف إحنا الحين في زمن الكوفيد، وبغيت أعرف كيف كانت تجربتك في هالحجر، الأماكن اللي كنت فيها، أنت بعدك في نفس المكان، يعني شو كان under quarantine ما في quarantine، شو كان الوضع وكيف قدرت تستغل هالوضع يعني حق ابتكارات أو any creativity، يعني أي شيء كان أفكارك في هالفترة؟ فترة الكوفيد فترة صعبة جدا صراحة من ناحية صناع الأفلام، ده بكل صراحة. في كان عندنا مهرجان جديد في السعودية اسمه مهرجان البحر الأحمر للأفلام الدولية حاجة زي كده، مفروض يكون شهر 3 واتكنسل أيام بس قبل ما أسافر. فهو شيء مهم جدا في صناعة الأفلام، أنك ما بس تعمل أفلام لكن تتعرف على الناس شغالين في مجال الأفلام وفي صناعة الأفلام اللي ممكن تتعاون معهم في المستقبل على مشاريع تانية وفي توزيع أفلامك. فللأسف ما عندنا مهرجانات شخصية يعني in person كده نقدر نحضرها، وده دي صعوبة بصراحة، لكن في advantages في نفس الوقت. مثلا الوقت الكثير اللي قاعد أقضيه في البيت، وبالذات في أيام الحجر الصحي، طبعا أمريكا ما طبقت حظر تجول كويس في ناس كتير لسه تطلع وكده، لكن في النهاية عندي وقت كتير في البيت، بشتغل على مونتاج الفيلم اللي ذكرته ده اللي اسمه دكتور، وبشاهد أفلام كمان، فهو شيء مهم جدا في رأيي لصانع الأفلام أنه أو أنها تشاهد أفلام تاريخية قديمة أبيض وأسود منذ 60 سنة 70 سنة عشان تتعلم منها. فأنا الحمد لله عندي وقت شوية أتعلم، يعني ما بس بشتغل على مونتاج الأفلام لكن بتفرج أفلام تانية عشان إن شاء الله بصبح مخرج أحسن. هو حلو إن الواحد بعد يأخذ هالوقت إنه يستوحى أفكار أو يدخل داخل نفسه يطلع أشياء أفكار، فنترقب جديدك. شو هي المواضيع اللي تحب تركز عليها عن يعني في أعمالك القادمة؟ شيء يعني يمكن أنت بعدك ما ركزت عليه كان لك النية إنك تدخل في هذا المجال؟ سؤال كويس، لأنه في أشياء ركزت عليها زمان أبا أرجع عليها كمان واستكشفها زيادة. ففي واحد من أصحابي لاحظ شاف كذا فيلم سويته، أفلام روائية ووثائقية كمان، مثل كابتن ماجد اللي ذكرته ده، وفيلم أستاذ، وفي كمان فيلم فيصل جوز ويست أو فيصل حد غرب، لأسرة سودانية يجوا من السودان لأمريكا ويتأقلموا للحياة في أمريكا، هذا الدراما كان. وصاحبي قال لي انت شكله في افلامك ديل كلها فيها موضوع واحد بس اللي هو السايكولوجي، يعني علم النفس وراء الهجره، موفينج يعني الفكره الميجريشن، الفكره انك تنتقل من بلد لبلد ثانيه. فهو كلامه احسه حقيقي، لانه انا كطفل مشيت من امريكا لتشاد
فحصل فيني يعني نوع من تكوين الهوية وأنا من أنا صغير. فلما مثلا تعلمت اللغة العربية في رأيي هذا كون فيني شخصية تانية غير الأمريكية الأصلية الموجودة. وفي النهاية أنا شيء يعني خلط ما بين الاثنين، نص أمريكي نص تشادي، أو جزء مثلا عربي جزء كده ما أدري أمريكي أبيض whatever. فده موضوع مهم جدا بالنسبة لي. زي ما قلت فيلم فايسل جوز ويست برضو من أفلامي اللي جدا أحبها وانبسطت كثير في صناعتها. فايسل جوز ويست بيتكلم يعني بيركز على تجربة شاب سوداني تينيجر كده برضو في سنين المراهقة، بيتعود على الحياة في أمريكا وكان عنده توقعات أنه يجي أمريكا وعلى طول يدخل جامعة يدرس ويجيب فلوس وكده، وفي النهاية يلقى أنه الحياة أصعب من كده وأنه الحلم الأمريكي ما دائما صحيح. فهذه تجربة رغم أنها على يعني عن سوداني يجي أمريكا نوعا ما هو زي تجربتي أنا أمريكي ومشيت شاد، يعني جيت شاد وما بتكلم اللغة ويدوب بتعلم أشياء من الناس، في اللي بنادوني في شارع بيقولوا آه بتلي تعال 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 وأنا ما بتكلم عربي لسه، يقول أنت ماشي وين أنت كيف تحدي كلام عرب ما بعرف كيف برد. فحس هو تجربته هو البطل السوداني اللي يجي أمريكا زي تجربتي أنا وأنا صغير مشيت شاد. فالهجرة مهمة لي جدا جدا جدا، ومعها كمان التنوع الثقافي الباين في هذه التجربة. فعندي رغبة أعمل أفلام جديدة بس حول هذا الموضوع، بس ممكن في أماكن جديدة مثل كنت زي ما قلت كنت في جدة في السعودية قريب، ولاحظت في جدة أنه في كثير من اللغات وفي كثير من الأصول الثقافية الباينة في الحياة اليومية. فأنا متحمس جدا برجع بسوي أفلام تتكلم عن موضوع الهجرة ده والتكوين تكوين الهوية اللي وراه. هذا موضوع جميل، وأحس يعني لو أي طريقة أخذت منها ممكن في ناس يقدرون يفهمون يحسون أنك أنت تروي قصتهم، فيعني استمر على هالموضوع لأن أحس أن موضوع الهجرة خاصة الحين وايد ناس متغربين من بلدانهم، فحلو أنه يكون حد يروي قصصهم. بالضبط أيوة. شو كلمات يعني الرسائل اللي تبغى توصلها عن هالموضوع موضوع الهجرة؟ تبغى تحسس الناس انهم في حد يفهمهم، تبغى الناس الثانيين يفهمونهم من خلال افلامك، شو تحس السيكولوجي اللي وراء هذا الشيء؟ انا بالضبط يعني داير بقول للناس انه انت مهما كان اصولك، ابوك وامك جو من وين، من ولدت وين ورحت بعدين وين وكبرت وين، أنك أنت إنسان مهم زي أي إنسان تاني وقصصك هي برضو مهمة. ففي شيء ترى صراحة في العالم العربي في تركيز كثير على تشجيع الأفلام العربية، وده شيء جميل طبعا لأنه أصلا ما في زي ما قلت قبل شوية ما في صناعة أفلام عربية للدرجة المفروض. فنبغى نشجع كل الناس انه يقوموا بصناعه الافلام، لكن بعض الاحيان تلقي مثلا الشروط في مشاركه مسابقه افلام عربيه او في مثلا منح يعني جرانتس لتمويل الافلام العربيه وكذا هي ما تشمل يعني ما تجيب صوت الكل. ففي احد مثلا ما هو مولود في البلد اللي عنده مثلا مسابقه في مهرجان او في تمويل الافلام يمكن ما هو qualified أصلاً أنه يحصل على الجرانت ولا شيء زي كده، هو مسكين هو مولود في البلد دي يعني من وين يروح تاني، عرفت كيف؟ فأنا اللي أبغى أوصله أنه أنت مهما كان يعني مولود وين ولا جنسيتك شنو ولا أبوك وأمك جاي من وين، أنت إنسان مهم، إنسانة مهمة، وأفلامك مهمة برضو. رسالة جميلة. وشو من خلال سفرك و دراسة الذات وتحس إن في كان بنتلي هذا وبنتلي ها، أكيد لما تحس إن في أشياء تروح وتجي في شيء دوم تحس إنه موجود، وأحس إن من طريقة سردك ل your journeys يعني إن أنت كنت حصلت على شيء
أعمق من اللي ممكن تعرضه، يعني في شيء موجود يعني اللي عارفه يقدر يشوفه في الأفلام، فممكن شوي تذكرنا أكثر عن هالموضوع. ايوه ممكن بتكلم اكثر حاجه انا النقص اللي بحسه. يعني هو من العادي انه اكون في امريكا وجدا اشتاق للدوله الثانيه، مثلا ابغى اكون مثلا في تشاد او في السودان او في السعوديه وغيرها، فدائما بحس انه في شيء ناقص لاني شفت كثير ولاني سافرت كثير وقابلت ناس طيبين في كل دول الدنيا، في دائما في شعور اني لازم اسافر تاني، لازم برجع عليهم هناك. وحتى لو رجعت، خلينا نقول رجعت السودان، ممكن من السودان ابدا اجرم يعني اشتاق لبلد اخرى كمان. فهو تعرف على الناس شيء جميل جدا، وطبعا علمني انه ما في طريقه واحده صحيحه للحياه، انه في كثير من طرق الحياه مثلا، فده شيء مهم جدا. وكمان يوحشني كثير الاكل في كل مكان، لانه صراحه في بعض الولايات الامريكيه اكلهم يطفش، يعني مو زي البلدان العربيه اللي تلقى فيها كل شيء. البهارات الصح ولا هذا الأكل؟ لازم لازم يا أخي، ناس هنا ما بحبوا شطة، ما بعرف ليش، لازم شطة حاجة ضرورية. ما في شطة؟ غريبة، كيف ما في شطة؟ إخوانكم بعد موجودين في مكسيكو، عدالكم قريب المفروض. الأكل المكسيكي، الأكل المكسيكي. أنا ترى دائما بس بشرح لأصحابي في السعودية مثلا إنه الأكل اليمني اللي مرة يعني جدا منتشر في السعودية يشبه الأكل المكسيكي من ناحية البهارات والزيت وبعض الأشياء دي. نتعود بعد، إذا اللسان يتعود على أكل معين صعب يرجع بدون طعم. في أي كلمات تود أن تهديها لمتابعينك؟ أنا في سؤال كبير جدا حاليا في صناعة الأفلام، اللي هو لو ما عندك ميزانية، يعني إذا ما عندك الفلوس عشان تخرج فيلم كبير لدرجة المرغوبة اللي أنت داير تحققها، من وين تجيب الفلوس؟ وهل لازم لك يعني تعمل الفيلم ده من غير الفلوس ده؟ وده سؤال مهم جدا جدا، وسؤال مهم للناس اللي يدوب يعني يبدأوا في صناعة الأفلام، ومهم للناس اللي أصلاً فازوا بأوسكار بأكاديمي أورد خلاص ويجيبوا فلوس للفيلم جديد. الكل عندهم صعوبة في جيبان هنا الفلوس ده، فده ده شيء صعب جدا. أنا نصيحتي للكل، سوي فيلمك، عمل فيلمك. لو ما جبت الفلوس اللي كنت متوقع تجيبه، أنا واثق أنه في طرق تانية تقدر تحقق بها فكرتك لفيلم. فأنا كون أني شغال في مجال الأفلام الروائية إضافة إلى الوثائقية، أحياناً إذا أحس أنه مثلاً ما عندي الميزانية أسوي فيلم روائي في موضوع، أقوم بالكاميرا اللي عندي وأصور الحياة الواقعية القدامي عشان أحسن لي أعمل فيلم دون ما انتظر مثلا 5-6 سنوات بس عشان تجيب فلوس عشان تسوي فيلم. فأحسن أنك تقوم تجرب الفيلم بالأشياء اللي عندك، إن شاء الله جوالك. صح، الحين إحنا في عصر التكنولوجيا، يعني حتى ممكن هاي نسوي شيء رائع منه، فإن شاء الله الناس تكون أنت مصدر إلهام لهم من خلال أفلامك، لأن أنت بعد عندك فوكس على الأفلام الوثائقية والأفلام اللي قلت هم فيديو، صح؟ الكولكشن اللي جمعتها. بالضبط. عندنا سؤال، كيف كنت عايش في الشات؟ كيف كنت عايش في الشات؟ عن تجربتك. كيف كنت عايش في الشات؟ أنا في الشات كنت عايش كولد عادي طبيعي، بلعب كرة كتير، كرة القدم وكرة السلة، وبزور الأصدقاء. تشاد وبذات المدينة كنت فيها، هي مدينة صغيرة لكن تشعري كأنه مدينة كبيرة من ناحية كمية التفاعلات مع الناس. كمان في شيء حلو جدا في تشاد وفي السودان كمان، أنك لابد أن تسلم على جيرانك وعلى أصدقائك كل يوم،
إذا أنت طلعتي من البيت وما سلمتي للناس اللي جنبك يعني في بيت الجيران مثلا، يمكن يزعلوا منك، ليش ما سلمت علينا؟ إيش في؟ إيش سوينا عشان تزعل مننا؟ فالتفاعل اليومي في تشاد شيء جدا حلو ويشجع. في كمان موضوع الاكتئاب والتوتر depression وanxiety اللي أنا أحس شخصيا شايفينها أكثر وأكثر، وبذات مع السوشيال ميديا والشعور إنه أنا شخصيا لازم أسوي أكثر، لازم أكون زي الناس اللي شايفهم هنا في السوشيال ميديا. فمحلات زي تشاد والسودان في رأيي تعالج هذا الاكتئاب والتوتر بشكل عام، لأنك تستوعب إنه دول الأشياء السوشيال ميديا وكذا ما جدا مهمة، الأهم هو تفاعل مع الناس وبذات الناس القريبين منك والناس اللي تحبهم. فده شيء جميل، وممكن هذا الشيء اللي خلاني عايش في تشاد مبسوط. وهذا سبب من الأسباب إن أنت تشتاق للتشاد بعد، عايش مكان كل شيء سرعة وكل شيء تكنولوجي، وأكيد يأخذك شوي من هالشعور. جدا. حبيت خبرنا شوي بعد عن تجربتك هاي السنة مع كل الأشياء اللي استوت عام كوفيد وكل هالكوارث اللي من هني وهني، كيف أثر هالشيء على نفسيتك؟ كيف تقدر تطلعها في أفلامك القادمة؟ جداً أيوة، بحس ثقافياً كل مجتمعاتنا قاعدة تتغير ومن ضمن الكورونا بالذات، فأنا يهمني كيف التغيير ده كيف هيكون بشكل عام يعني بالنسبة للحياة اليومية، إضافة إلى صناعة الأفلام. كيف الواحد مثلاً يقوم بصناعة فيلم في العصر هذا وبكل التغييرات الثقافية اللي حولنا؟ أكيد يكون صعب ويكون مختلف، بس يمكن في أشياء جديدة ممكن نعملها. فلاحظت أنه في مثلاً بعض المهرجانات بيجربوا أفكار جديدة، كيف زي ما قلت في بداية الحوار، الشيء اللي حسه يعني ناقصني كثير الآن هو التفاعل الشخصي وبذات مع صناع الأفلام ومنتجين وموزعين أفلام وزي كده. وفي مهرجانات مثلاً بيجربوا حوارات أو لقاءات زي لقاءنا الآن على زوم، وده شيء كويس لأنه يخلي الكل يشاركوا مهما كان يعني ساكن في أي دولة، ما يفرق تشاركي على زوم. وفي نفس الوقت في مهرجانات بيجربوا طرق جديدة لعروض الأفلام نفسها. ففي أمريكا مثلاً في درايف إن سينما اللي تجي بالسيارة، وسمعت أنه في الإمارات بعد جربوه. فده شيء جميل يعني، دي فكرة هي قديمة موجودة كانت عند يعني عصر مثلاً جدتي تحكيني بالسينماهات برا كذا، تروح هي مع جدي غالباً بيتفرجوا الأفلام سوا. والآن نفس الشيء، نفس السينما الخارج وانت في السيارة وتفرجي فيلم من السيارة، رجعوا نفس الفكرة الآن. فهذا يحمس شوية يعني الطرق الأفكار الجديدة للاستمرار بصناعة الأفلام ومشاهدة الأفلام ومشاركة الأفلام مع بعض رغم الحجر الصحي والكورونا. طلعت طرق ثانية للتواصل. نعم، حبينا نفتح باب الأسئلة لأي من الحضور اللي معانا. ممكن أضيف، لازم أزور الإمارات تاني لأنه جيت دبي مرة وجيت أبو ظبي كمان مرة، وزيارتين هي كورسبوندنس يعني ترانزيت، يعني بس جاي كده يوم يومين ومسافر مكان آخر، فلازم لي برجع إن شاء الله بعد هذا الكورونا كله ما يخلص ويكون السفر أسهل. يشرفنا حضورك مهرجاننا لما نرجع أكتوبر عام 2021. إن شاء الله نستضيفك في الإمارات في الشارجة. إن شاء الله. عندنا سؤال، what film you wish you directed and why؟ Okay, so ما هو فيلم أنت بنفسك يعني تمنيت أنك أخرجته ولماذا؟ وما أخرجته I guess. في فكرتين تجي. أول فكرة هي ما هو فيلم مني مثلاً أنا أبى أخرجها لسه ما سويتها، هذا اللي قلته حق الهجرة، وممكن احتمال أرجع الخليج وأسوي قصة
في الخليج عن الهجرة وتكوين الهوية وكذا. أما بالنسبة للفيلم، أحد تاني عمله وأنا ما سويته ويا ريتني سويته، في كذا فيلم تتكلم في موضوع الهجرة دي، عجبتني كثير ويا ريتني قمت بإخراجها. نفكر في مثال كويس، في فيلم اسمه، هو باللغة الإسبانية، اللغة الإسبانية أكي إي أيا، معناته هنا وهناك. أكي إي أيا بتكلم في قصة والد بنتين، البنتين في العمار كده تينيجرز، يعني 13 و16 كده، والوالد هو هما في مكسيكو، كل سنة يقضي نص السنة في أمريكا، يعني يهاجر هناك عشان يشتغل ويجيب فلوس للعائلة في مكسيكو. فلما يغيب منهم الفترة الطويلة دي، العيال يعني بناته كتير يشتاقوا له، ده يمسهم كتير. فالفيلم أكي وأيا ده عبارة عن يمكن 12 مشهد فقط، بس كلها الذكريات اللي تكون عنده عن بناته وهو في أمريكا مقطوعة منهم. فيلم قوي جدا. إذا كان في فيلم عنك أنت وعن حياتك، منو تقدر ترشح إنه يكون الممثل اللي يلعب دورك؟ لازم يكون إنسان أبيض اللون وبصلعة كده ودقن وبيتكلم عربي تشادي، فاقترح أخوي هارون الأصغر مني. وشو تحس إن هالأفلام اللي حين أنت صنعتها، تحس إن شفت أي ناس استوحوا منك أنت أفكار أو تفاعل يوم من متابعينك، ولا في بعد حركة استوت من هذا الشيء؟ يعني شو شفت الرد من أفلامك من المتابعين؟ قصدك من الجمهور بشكل عام يعني؟ نعم. كل جمهور غير، حتى في صناعة الأفلام نتكلم كثير في الجماهير المستهدفة target audiences، وأنا بالنسبة لي هو مهم ككاتب أفلام، يعني في كتابة السيناريو وحتى في تطوير الفيلم من ناحية الإنتاج، أنك تكون عارف الجماهير المستهدفة الموجودة ديل، وأنها يمكن تتداخل كده على بعض. يعني ما يكفي بس نقول أنه في جمهور عربي وخلاص، لأنه في تنوع عظيم في المجتمعات العربية، حتى كلمة عربي ممكن يختلف من شخص لشخص بالمعنى يعني. فممكن لما واحد يكتب، يقوم يكتب سيناريو للفيلم، يقول أنه أنا جمهور المستهدف هو شيء جدا دقيق، يعني ناس في الإمارات مثلا من أصول سودانية عاشقين سينما بوليوود، وهذا جمهور مستهدف وجدا ينفع، لأنه الآن مع الإنترنت تقدر تشارك ذا الفيلم مع هذا الجمهور الجدا دقيق يعني. ففي كمان التفاعل الشخصي مع الأودينس، وهذا برضو يختلف من مكان لمكان. من أحلى تجارب لي التفاعل مع الأودينس، أول فيلم سوينا في تشاد كان يتكلم في مرض الإيدز والثيريز، النظريات كده أنه الإيدز من وين جابوا، زي الكورونا اليوم في ناس خايفين يقولوا وين الكورونا جاي من وين، ولا هل ناس اخترعوه، هل يبوا يقتلوا بين الناس وزي كده. فكان في نفس الخوف والتوتر حول أمراض تانية ومنها الإيدز. فأول دراما سوينا بتكلم في هذا الشيء. لما أردنا هذا الفيلم أردناه في مكان متواضع جدا، في مركز ثقافي في آتيا في تشاد، في حوش بس يعني بيت بس مع البروجيكتور وكذا. جو كمية من الناس، يمكن 200 شخص في مكان ضيق جدا، والكل استمتعوا بمشاهدة الفيلم لأنه أول فيلم يشوفه يتصور في حلتهم، يعني في المدينة بتاعتهم. فده دي تجربة حلوة جدا جدا وتجربة غير، وأشجع الكل أنه يقوموا بصناعة الأفلام عشان يشاركوها مع ناس القريبين منها. وفي كمان حاجة حلوة لما نتكلم في طرق جديدة لعروض الأفلام
في شيء قبل يمكن 3 سنين سويته لأول مرة. الفيلم أستاذ فيه جزء كبير من البيانو وأنا بعزف في الفيلم، وفي كمان رواية صوتية لي، فأنا بتكلم وبقول القصة كده وبعدين نرجع للمشاهد وبعدين أقول شيء. فلما انعرض الفيلم في السعودية وفي السودان، في مهرجان السودان للسينما المستقلة في الخرطوم، أنا شلت الموسيقى وشلت الرواية الصوت وقمت بأداء حي لدول الأشياء. فقاعد بعزف البيانو هنا والفيلم وراي وبتكلم بالميكروفون، وكانت تجربة ممتازة جدا جدا. كنت خايف جدا، كنت متوتر شديد، بس الحمد لله شربت قهوة سودانية كده وقمت سويتها، والتفاعل مع الجمهور كان جميل جدا، والكل حسوا أنه أنا قدمت نفسي، صرت بأننا كلمة باللغة الإنجليزية vulnerable، يعني خليت نفسي كده ما أدري exposed كده مكشوف للجماعة. قصة شخصية جدا، والأداء كمان جدا حاجة شخصية، وممكن أغلط ممكن أخطأ، بس التجربة في النهاية كانت جميلة جدا جدا. وبس هذا موجود، ممكن حد يشوفه أونلاين، العرض اللايف ولا؟ العرض اللايف موجود. أيوة سؤال كويس. العرض اللايف موجود، كانت هناك مصورة تتابع الأفنتس وصورت أغلب الأداء الحي في السودان بالذات، وفي الأجزاء الناقصة في التصوير من الفيلم على طول، فهو برضو موجود on أظن فيميو وفي اليوتيوب. في لحظة ما تصورت، وهذا سؤال كمان مهم جدا، إذا شيء ما تصور هل هنتذكره في هذا العصر؟ يعني إنه صرنا نصور كل حاجة، فهل مخنا خلاص يعني يبدأ ينسى الأشياء الما مصورة، ولا ممكن يذكرها بطريقة أحسن؟ في حاجة أذكرها كويس ما انصورت، في لحظة قاعد أعزف بيانو، وهي لحظة مهمة جدا في الفيلم، ما داير أحرق الفيلم، بس يتكلم عن الشعور بالفقد يعني لهذا الأستاذ اللي علمني عربي واشتغلنا على أفلام سوا وزي كذا، فكان جدا emotional عاطفي، والصوت صوت البيانو يزيد، وقاعد أعزف كده وقلت لمهندسين الصوت اللي جنبي، صرخت لهم بيانو كده، عشان كنت داير صوت البيانو يكون أعلى للجمهور. الجمهور كان تقريبا 1200-1300 شخص، ومكان برا، فالصوت جدا مهم، فصرخت لهم بيانو بيانو، وزاد صوت البيانو، وقلت الكلام اللي أصلا المفروض يعني من رواية الفيلم في ذا الوقت، وكان شعور جيد بس ما هو مصور. هي ذكرى يكون الأثر موجود في القشعريرة اللي في الجسم، مثل نتصور خلاص. أي بالضبط. نذكر في الذاكرة. يمكن بعمل فيلم جديد عن دي اللحظة. متحمسين نشوف الفيتشر فيلم. تحس 2021 ولا بعد في عندك ديدلاين حاط حق نفسك، ولا لما بتجمع الأرشيف هو سؤال جيد جدا. مقارن أفلام أخرى، أنا هنا ما عندي ديدلاين، لأنه أبغى ذا الفيلم يكون perfect يعني أحسن درجة ممكن. كمان أخذ وقت شوية، لأنه من جد داير بشارك الفيلم ده بطريقة شخصية مع الناس مع الجماهير. ففي فترة الكوفيد معظم المهرجانات يا اتكنسلت يا تأجلت، والحاصلة هي تحصل مثلا تصير على زوم virtually بطريقة افتراضية، فداير بنتظر شوية إن شاء الله 2021-22 إن شاء الله ما أقول 23. في فيلم حاليا على Festival Circuit اسمه الثورة من بعيد، برضو مربوط كده مرتبط مع موضوع الهجرة. بالنسبة للثورة اللي حصلت في السودان قبل سنة، في لاحظت أنه في كثير من أصدقائي السودانيين الأصل ومكبرين في أمريكا، يعني كبروا في أمريكا، وحاسين بشعور ندم أو حزن أنهم مقطوعين من السودان في وقت الثورة. وفي ناس يعني كانت تشارك في مظاهرات، وفي نوع من العنف اللي صار كمان، فالشعور كان جدا غريب ويحزن في نفس الوقت. فأنا جلست معهم، ومعظمهم فنانين موسيقيين وشعراء، وصورت معهم فيلم وثائقي، وعشان ده الفيلم له أهمية زمنية خلينا نقول، يعني لأنها مربوطة مع حدث عالمي الثورة اللي حصلت السنة اللي فاتت،
قلت لازم أشارك الفيلم ده بأسرع طريقة ممكن. فانعرض في مهرجان السودان اللي ذكرته قبل شوية في الخرطوم بداية السنة، بعدين جانا الكوفيد وكل الأفلام، كل المهرجانات الباقية يا تتأجل يا تتكنسل يا كده. الحمد لله أنه شارك في كثير من المهرجانات، بس هي أغلبها افتراضية، وأنا يعني واحشني المهرجانات اللي بقدر بحضرها شخصياً. احنا بعد وحشنا مهرجاننا، وان شاء الله لما كل خلاص ينتهي نستضيفك في الشارجة ان شاء الله. في الصدق لان هاي العلاقات وال انك انت تكون موجود يعني مع الناس يعني شيء غير، حتى لو نسوي فيرتشلي بعد نشتاق حق هاي العلاقات الحقيقية. صحيح. وحابين نشكرك عنك كنت معانا اليوم على لايف سيشن، وإذا في أي كلمات أخيرة توصلها للمتابعين. ايوه والله اشكركم انتم كثير على الفرصه اني بتكلم معاكم اليوم وبتفاعل مع الجمهور اليوم. دي فرصه جيده جدا وفكره جميله جدا بالذات في عصر الكورونا ده. واما بالنسبه لفيلم ثوره من بعيد، الناس حاسين نفسهم مقطوعين من الثوره في السودان وكذا، احس ان احنا كلنا حاسين بهذا الانقطاع بشكل عام، يا من دوله ثانيه او مثلا يا من جيراننا حتى في وقت الحجر الصحي، أننا يعني بعيدين من الناس المتعودين نتقابل يعني نتفاعل معهم بشكل يومي. فده بالنسبة لي، وأنا شخص أحب الناس وأحب أختلط مع الناس وبزور الناس، صعب جدا جدا. فأنا بقول للمتابعين والجمهور اليوم، أول حاجة شكرا لكم لمتابعتكم اليوم، وثاني شيء we'll get through this we're gonna make it. يعني لازم نمر بهذه الفترة الصعبة عشان نشوف بعض تاني. فخليكم صابرين، أنا بجيكم إن شاء الله، بجيكم وتجونا هنا جاي إن شاء الله. إن شاء الله صح، خلونا صابرين وكله بيعدي على خير إن شاء الله. شكرا لك بنتلي، شرفتنا اليوم. و شكرا. عندي سؤال دقيقة نسيت اشتغل. اخر سؤال من الجمهور، ايش احلى مهرجان افلام حضرته؟ ممكن اجاوب؟ نعم تمام اوكي. في مهرجانات مره كبيره يعني زي روتردام وبرلينالة جدا حلوه، هي يمكن اكبر فرصه للواحد يقابل منتجين وموزعين افلام من ناحيه عالميه. لكن في افلام كمان اصغر تهتم كثير بصنع الأفلام، وأنا عندي ذكرى ممتازة جدا لبعض الأفلام الصغيرة ديل، منها مهرجان ميلانو في إيطاليا، وفي مهرجان أفلام أفريقية في لوزان في سويسرا كان قبل كم سنة. هناك التركيز على صناع الأفلام كان شيء جميل جدا، وكان في تفاعل جدا حلو ما بين المخرجين اللي بيقدموا أفلامهم والأودينس الجمهور، ومبدعين كمان منظمين المهرجان، لأنه بيلاحظوا أن المهرجان هو أكثر من بس تعرض فيلم وتجاوب لكذا سؤال، لازم تتفاعل بشكل أكبر. ففيها سويسرا مثلا حجزوا لنا مركبة بوت سفينة ركبنا يوم كامل كذا بسأل على البحر ونتكلم تعرف على بعض. وفي مهرجان ميلانو كان في مهرجان موسيقي في نفس الوقت حاصل في نفس المكان، فكل ما يكملوا ينتهوا الأفلام بالنهار تجي بالليل عندك مهرجان موسيقى إلكترونية، حاجة فظيعة جدا جدا جدا. فأنا أحب جدا الإبداع في المهرجانات، وبشجع الكل أنه يسووا أفلام ويشاركوا في مهرجانات لأنها هي تجربة حلوة جدا. إن شاء الله بعد الكورونا نجيكم في الشارجة حتى نحضر مهرجان الشارجة إن شاء الله. تنورنا إن شاء الله. شكرا. شكرا لك بنتلي، وإن شاء الله نشوفك على خير بعد الكورونا. وكان حلو أن تكون معنا اليوم ونورتنا، وإن شاء الله نشوفك في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي. تمام جدا، نور نوركم، تحياتي لفريق المهرجان كلهم. تحياتنا، شكرا.